السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عادي الوصفة ديال اليوم دائما في اطار الوصفات اللي كتكون سهلة وسريعة. غادي نحضروا مع بعضياتنا السمك ديال السلمون او السومو بتتبيلة يعني تجي رائعة بزاف. غادي نحضروه مع الخضر وغنطيبوه في الفران. وصفة اللي هي سهلة بزاف ولكن اللذة ديالها راها كتجي لذيذة لذيذة بزاف بزاف. ان شاء الله الا جربتوها تنال الاعجاب ديال. وهذا الطبق هذا ان شاء الله رحنا غادي نرافقوه بسلطة ديال الرز مع الكروفيت. سلطة اللي كتجي رائعة بزاف بزاف وايضا راها سهلة في التحضير. تابعوني لاخر الفيديو وإلا عجبكم ما تنساوش تشجعوني بلايك وتخليوا لي الراي ديالكم في التعليق. وإلا مازال ما اشتركتوش في القناة شاركوا وفعلوا الجرس باش تصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد. غنبداو على بركة الله بالمقادير او لا بالمكونات اللي غنحتاجوا لهذا الطبق. هذا هنا غنحتاج الفيلي ديال السلمون او ديال السومو، عصير ديال الحامض، زيت البلدية، عندي هنايا شويه ديال الزعتر اللي يكون مطحون، وفي العطريه غادي نحتاج عندي هنايا شويه الملحه التحميره، البزار والثومه محكوكه. بالنسبه للخضر كتخدموا بالخضر اللي بغيتو واللي متوفر عندكم. عندي هنايا البطاطا قطعتها بهذا الشكل، هذا البصله حتى هي خديتها حتى هي مقطعه بهذا الشكل، وعندي الفلفله الوان صفراء حمراء خضراء، خيزو اللي مقطعته هو بهذا الشكل. هذا كيف ما قلت لكم راكم كتاخذوا المتوفر عندكم بالنسبه للخضر. بالنسبه للطريقه راها بسيطه بزاف، ما فيها لا تعقيدات لا كثرت المراحل لا كثرت المعان. انا كما كتشوفوا كناخذ المول ديالي اللي غادي ندخل الفران، هو فاش كندير كل شيء يعني كناخذو كندهنو هنايا كما كتشوفوا بالزيت البلديه كندهنو مزيان. من بعد كنوضع فيه العطريه. هنا كما قلت لكم فين غنحضروا التتبيله ديالنا. العطريه اللي احتاجينا فيها كما ذكرت سابقا الملحه التحميره البزار الثومه، وغادي نضيف عليهم الزعتر اللي كيكون مطحون. يعني التتبيله اللي هي بسيطه بزاف ولكن كتجي لذيذه. غادي نخففها اولا غنطلقها بالعصير ديال الحامض. غنخلط هاد المكونات مزيان وغنبدا نشرمل فيهم الفيلي ديال السلمون اولا ديال السومو. كنوضعهم هكا في المول كنستفهم، ومن بعد كنجيب الخضار ديالي اللي كنستفها حدا السومو في نفس المول اولا في نفس الطاوه اولا في نفس اللاطا كنوضعها. بما انني انا ما حضرتش كميه كافيه ديال التتبيله فرانا خديت واحد الطبيصه اللي عاود خلطت فيه نفس التتبيله اولا نفس العطريه اولا نفس المكونات اللي درنا السومو، فكناخذها نفسها وكنعاود نطلقها بشي شويه الحامض مع شي شويه ديال الماء، وكنبدا كنوضعها فوق الخضر ديالي باش حتى هما كيجيوني منسمين وتيجيو شاربين هذيك التتبيله. كنوضعهم هنايا في المول كلهما كما قلت لكم السومو مع الخضره. ومن بعد غادي ناخذ المول ديالي اللي غادي نوضع عليه اول شيء يعني البابي كويسون اولا ورق الزبده، وكنضيف عليه البابي الومنيوم من الفوق حتى نلمط مزيان هذا المول هذا باش داك النفس ديال الطياب يرجع ليا على الخضره ديالي وعلى الفيلي ويطيب ليا دغيا دغيا. وكندخلو الفران اللي تيكون مسخن من قبل و يعني كنشعلو ليه غير من التحت عافيه متوسطه وتيكون الفران سخون. كندخل المول ديالي وكنخليه حتى كيطيب ليا الخضره ديالي وكيطيب ليا السلمون. هاد الخضر الا قطعتهم بهذه الطريقه هذه ولمطتو هاد المول بهذه الطريقه هذه فراه كيطيبوا دغيا دغيا ما كياخذوش وقت، وحتى الفيلي راه دغيا كيطيب ما كيحتاجش وقت طويل باش ما كينشفش وما كيجيناش يعني تيولي ناشف في المذاق اولا في الماكله ديالو ما كتحسوش به رطب وميدم شي شويه كتحسو به ناشف بزاف. هذا علاش ما ندوزوش ليه الطياب بزاف. كنخليه حتى كيطيب ليا على خاطرو في الفران ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو الطبق النهائي كيفاش نو كيجي. وبالنسبه للسلطه باش غادي نرافقوا هذا الطبق ديال السلمون اولا ديال السومون،
فاحنا غادي نحتاجو ليها. عندي هنايا الفلفله الوان، خديت الحمراء والصفراء والخضراء، قطعتها مربعات اللي هما صغارين بزاف. غنحتاج كميه قليله ديال الكروفيت اللي كيكون منقي مغسول ومسقطر مزيان، وغنحتاج كميه ديال الرز اللي كنكون سلقته من قبل مع شويه ديال الماء والملحه وكنخليه حتى واحد حتى كيتسقطر مزيان. بالنسبه للطريقه فراها بسيطه بزاف بزاف. كناخذ مقله تكون ما كتلصقش، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت. في الاول غادي نستعملوا الزيت نباتيه، وغنضيف فيها الفلفله ديالي. الفلفله غادي نخليها تقلى شي شويه في هذا الزيت هادي حتى كتهبط ليا هذيك الفلفله وكتبان ليا بانها تقلات وبدات كطيب. من بعد غادي نجي وغادي نضيف عليها العطريه. العطريه اللي غنحتاج هنايا في هذه السلطه هادي، انا اول شيء غادي نزيد بعدا شويه ديال الزيت البلديه. وهنايا بالنسبه للزيت و يعني و والعطريه غادي نضيفهم بزيت شي شويه، حيتاش من بعد غادي نضيفوا عليهم الكميه اللي عندنا ديال الرز، يعني غادي خصنا نديرهم بزيت شي شويه الكميه اللي غادي تشرب لنا حتى الرز. اذا هنايا من بعد ما كتشحر ليا الفلفله ديالي، غادي نضيف الزيت البلديه، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، البزار انا خدمت هنايا بالبزار ابيض، وشويه ديال الثومه تكون محكوكه. كنخلط هاد المكونات مزيان وكنضيف عليهم الكروفيت وكنخليه يعني كنحرك كل شيء وكنخلي هذاك الكروفيت كيتقلى مع الفلفله حتى كيطيب، يعني كنحتاجو تقريبا واحد 5 دقائق ما كاملاش باش الكروفيت ديالنا ما يقصحش لينا. كنحرك هاد المكونات كاملهم مزيان. بعد ما كدوز 5 دقائق وكيطيب يا الكروفيت ديالي، فهنايا غادي نضيف واحد الحفنه صغيره ديال الربع مقطع، كنضيفو على هاد المكونات هادو كنخلط مزيان. ومن بعد ما كيبانو ليا راهما انسجموا مع بعضياتهم، فهاد المرحله هادي غادي نضيف الرز. غادي نبدا نضيف شويه بشويه، انا كنضيف في الرز وكنحاول ندخله مع العطريه والفلفله والكروفيت، وكنبقى كنضيف كميه بكميه حتى كنضيفو كله. كنحرك هاد الرز مزيان حتى يبانو ليا كلهم الحبات ديالو راهما تغلفوا ليا بهذيك العطريه ونسجموا ليا مع بعضياتهم. هنا بغيتو تزيدوا شويه ديال العصير ديال الحمض، راكم كتزيدوه، ما بغيتوش راه ممكن تخليوها غير هكاك. كنبقى كنحرك تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ولا اكثر حتى كيبان لينا هذاك الرز راه تشرب يعني النسمه نتاع هاد المكونات اللي درنا كاملهم، وكيبان لينا يعني تقلى فيهم مزيان وشد راسو. فهاد المرحله هادي غادي نطفي البوطه وغنقدموا السلطه ديالنا بالصحه والراحه. هاد السلطه كما قلت لكم راه كتجي هائله. انا هنايا كنوضعها في طبق التقديم، كتزينوها باش ما بغيتو، يا اما توضعوها هكاك. انا هنايا زينتها بشي شويه ديال الحبات ديال الكروفيت من الفوق. وهذا كيكون هو الشكل النهائي ديال الطبق الاول اللي اقترحت لكم ديال سمك السلمون او لا سومون بالخضر في الفران. كما كتشوفوا تيجي هائل شكلا ومذاقا، يعني كتجي فيه واحد اللذه اللي هي خطيره بزاف. ان شاء الله الا جربتوه غادي تعجبكم. وبالنسبه للرز فكما كتشوفوا تيكون هذا هو الشكل ديالو، حتى هو كيجي زوين بزاف. طريقه يعني بسيطه وسهله. بالنسبه للرز فرحنا كننوعوا فيه كما بغينا، يعني كتكون الاساس ديال التحضير ديالو راه هو داكشي اللي درنا في الاول. وبالنسبه للكروفيت ممكن تعوضوه بالدجاج، ممكن تعوضوه باي حاجه بغيتو، تتكون على حساب يعني باش غادي ترافقو. بما انني انا هنايا درت وجبه سمك فرانا فضلت انني ندي معاه كروفيت. نتمنى ان شاء الله الوصفات اللي اقترحت عليكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، تجربوهم وينجحوا معكم، وتخليوا لي ان شاء الله الراي ديالكم في التعليق. ما تنساوش تدعموني بلايك، والا مازال ما اشتركتوش في القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. شاركوا وفعلوا الجرس باش تصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد. كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وصفه جديده دائما على قناه ليلى للطبخ الاصيل. الى اللقاء.